السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح نتحدث عن طريقة تقليم التفاح المكثف، الطريقة الحديثة. طبعا تختلف هذه الطريقة عن الطريقة التقليدية في التقليم. أنا حبيت أشرح هذه الطريقة اليوم، كيف طريقة تقليم الأشجار الحديثة في الزراعة الحديثة. مثل ما أنا شايفين عنا هلأ، هذا حقل بستان أشجار فاكهة التفاح المكثف. حنشرح كيف طريقة التقليم، طبعا تختلف عن الطريقة العادية. الطريقة العادية كلياتنا بنعرف انه هي عبارة عن تفريغ الشجرة من الداخل، ازالة الاغصان الميتة، الاغصان المتشابكة، هي كلها نحن في الطريقة التقليدية بنشتغلها. اما بالطريقة المكثفة هون التفاح مثل ما انا شايفين، هل احنا شو بنشتغل؟ بنبني على اساس الجذع المستقيم، هذا الجذع المستقيم ناخذه اساس لنا، وبنشتغل بناء يمين ويسار. فنحن بناخذ الاغصان اللي على اليمين طالعه وعلى اليسار فقط، وبنشتغل بنبني على هذا الاساس. يعني مثل هذا مثلا زائد ما بنشتغل عليه، بنشيله هذا، بنترك هذا وهذا، نرجع مثلا بنشوف هذا وهذا بنتركه. فبنترك يعني مسافه تقريبا نص متر 30 سم بين الغصن والغصن، بنشيل الطالع هذا كله الميت. فنحن هي الاساس بنشتغل عليها بالتقليم بالطريقة الحديثة، هذا كله هيك المكثف مثل ما انا شايفينه. طبعا الكل بيزرع الان بلش يتجه نحو الزراعة الحديثة لأشجار التفاح الطريقة المكثفة، ولكن يجهل طريقة التقليم كيف بده يقلم. يعني بيتجهوا للتقليم بالطريقة التقليدية، وهذا بسبب خطأ وتدهور في عمر الشجرة. يعني مثلا اذا انا قلمته نفس الطريقه التقليديه راح تكبر الشجره هكذا، راح تغطي على الشجره الجنبه والجنبه، ويتدخل الاغصان في بعضهم، فهذا بيسبب كبر في الشجره وعجز. فنحن لا، نحن بنشتغل على التقليم بالطريقه الحديثه، بنبني الاغصان على جهه اليمين واليسار، وبناخذ فرع رئيسي وبنشتغل على هذا الاساس الى الاعلى. هي الطريقه في المختصر. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.